بالتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو. دكتور صباح، بداية مرحبا بكم. الحكومة والكتل السياسية في العراق تصف ما حدث من اقتحام السفارة الأمريكية لا يخرج عن حق للتظاهر، إلى أي مدى ترى أن ذلك صحيح؟ تحية لكم. حقيقة ما حصل اليوم وقبل يومين من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية من حق الرأس على قواعد حزب الله في العراق وسوريا شكل نقطة تحول في طبيعة العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق من حيث المصالح. أمريكا تدرك منذ 2013 وخروج القوات الأمريكية بدأ التغلغل الإيراني بشكل كبير جدا في مفاصل الدولة العراقية، ولذلك غضت الطرف عن تشكيل من 20 ميليشيا إلى وصل عددها بأكثر من 100 باعتراف السيد حيدر العبادي في 2016. إذن هناك سياسة غير واضحة المعالم حتى بالنسبة للمصالح الأمريكية في علاقتها مع العراق، ولذلك نلاحظ غضت الطرف أيضا عن ممارسة حالة الإجرام والقمع والقتل والتضييق على المتظاهرين منذ 11 ولغاية اليوم لمدة 3 أشهر. وصل العدد من القتلى وشهداء الانتفاضة أكثر من 650 إلى أكثر من 23,000 جريح، إضافة إلى المعتقلين والمختطفين وغيرهم. نعم دكتور، عفوا دكتور صباح، مع أن النفوذ الإيراني يعني ازداد وبدأ بالازدياد منذ احتلال العراق عام 2003، ولكن هنا عملية اقتحام السفارة قادة من ميليشيا الحشد كانوا موجودين وهم قاموا بعملية الاقتحام هذا. يعني ذكرت أن هناك نقطة تحول في العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران، كيف ستكون العلاقة مع الحشد تحديدا؟ حقيقة الأمريكان لم يتنبهوا بشكل واضح المعالم للحدث الذي قاموا به في عملية ضرب القواعد الخاصة بحزب الله سواء في العراق وسوريا، أن ردود الفعل ستكون واسعة وكبيرة، وهذا ليس من خلال عمليات التهديد فقط، وإنما حالة التراكم التي إيران تحاول الاستجداء بوقوع حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء في العراق أو خارج العراق. ولكن ثمة من يتساءل يقول يعني ما مصلحة إيران من أن تلقي بنفسها بتهلكة الحرب؟ الرئيس ترامب من جهته قال يعني إن إيران هي من خططت للهجوم الذي شنته ميليشيات الحشد على بالنسبة لهذا الهجوم. ما مصلحة إيران في كل ذلك؟ إيران عفواً يجب أن ندرك أنها في حالة تحتاج أن تخرج جميع متناقضاتها الداخلية سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني من داخل إيران إلى الخارج، وهي تمتلك أذرع مختلفة، ومن المحتمل حتى أن حاليا هناك حالة انذار كبيرة جدا لحزب الله في لبنان بسحب جميع عناصر الموجودة في سوريا وتوظيفها في داخل لبنان والحدود الإسرائيلية اللبنانية. إذن هناك عملية توتر كبيرة جدا، وتعمل إيران على دفع أذرعها بالتداخل مع حالة الصراع العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن حدودها، ولذلك تحاول أن تنقل كل ما تعيشه من أزمات إلى الخارج، وهذه إحدى ردود الفعل في دخولهم إلى المنطقة الخضراء، علما بأن هشاشة الدولة العراقية التي تركتها الولايات المتحدة الأمريكية لأربع دورات انتخابية بحكومات ضعيفة جدا
إيران كانت تعمل على تقوية ميليشياتها ووصلت المرحلة الآن، أي النار وصلت إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية بسفارتها في داخل المنطقة الخضراء المحصنة، ولم تتمكن الانتفاضة الشعبية من الوصول إلى بوابات المنطقة الخضراء، بينما دلل على أن الحكومة العراقية هي جزء تابع للحكومة الإيرانية والتي سهلت اليوم دخول الحشد وأعداد كبيرة جدا وقاموا ما قاموا. طيب، هذا ما شاهدنا على القنوات الفضائية. بالتأكيد كل ما يجري هو في خضم الحراك في العراق الآن ضد أو المطالب بإسقاط النظام السياسي الحالي. يعني صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يصور نفسه بطلا قوميا، وفي نفس الوقت هو مستعد للعمل مع الميليشيات التي تدعمها إيران. كيف تقرأ هذا التناقض الذي وصفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية؟ هذه حقيقة واضحة من خلال سياسة السيد مقتدى في قيادته عناصر المسلحة وجماهيره التي يوعد لهم بالتظاهر أو بالإيقاف أو بالامتناع أو بغير ذلك. لذلك هو لا يمتلك سياسة ثابتة واضحة المعالم، ولذلك يعتبر القفاز الأبيض لإيران. أخيرا، هل تتوقع دكتور صباح يعني أن هذا الحادث سيدخل المنطقة في حالة من الصراع والمواجهة المباشرة ما بين أمريكا وإيران؟ يعني إلى حد الآن، يعني منذ احتلال العراق إلى الآن، لم تحصل أبدا مواجهة مباشرة ما بين الأمريكيين والإيرانيين. في اعتقادي التوتر سيستمر لعدة أيام أو عدة أسابيع أيضا، وهناك حالة اعتصام قد تطول حول السفارة الأمريكية والتجربة السابقة للسفارة الأمريكية في طهران وغيرها. إذن العمل هو إيقاف كل شكل من أشكال الأنشطة الأمريكية بالعراق والاستفراد بالعراق من قبل إيران، وهذا ما لم تفهمه الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، شكرا لك دكتور صباح علو، الكاتب والباحث السياسي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.